السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة، قبل ما نتكلم على موضوع اليوم حبيت نرد على واحد كتب لي في الكومنتار قال لي يا ولدي يقدر فكنا من الماضي، ما ترجعناش بالماضي على قضية بيان العنصري ولا منشور عنصري اللي دارته الفاف ضد اللاعبين المغتربين ولا ضد اللاعبين المولودين في أوروبا ولا مزدوجي جنسية. قال لي يا ولدي فكنا ما ترجعناش للماضي، وانتم راكم ديروا في الفتنه وهذا موضوع فات وخلاص. اصلا الماضي واش هو الماضي باش نتفاهموا برك؟ الماضي تعود حاجه عندها 20 سنه 15 سنه 10 سنوات، هذه سموها ماضي. اما قضيه عندها عام و8 اشهر في اكتوبر 2018، عام و8 اشهر ولا عام و9 اشهر ولا يعني ما لحقتش حتى عامين، اكتوبر 2017 ما لحقتش عامين، اذا هذه سموها ماضي ما علينا. نروح معاكم في الطرح. الماضي، الماضي يا اخي منو تبني المستقبل؟ ما عندكش ماضي ما تقدرش تبني المستقبل. الماضي تاعك لما يكون سيء كيفاش تبني المستقبل تاعك؟ هذه الزوج. الثالثه باش انا كي درت الفيديو تكلمت على ردا على قناه نهار ولا اي واحد، مش غير قناه نهار، اي شخص ولا اي واحد يقول بلي ساتشي جبنا كوب دافريك. اللي يجيب كوب دافريك يجمع مش يفرق ويشتت، هذه تكفي. ولد اسلام سليماني واش قال؟ باش نبين لكم انا بالدليل، قال نشكر جمال بالماضي اللي منح الفرصه لولدي باش يشارك ويعاود يرجع للمنتخب الوطني، ما قالش نشكر خير الدين زاتشي. تكفي تكفي. كي قلت لكم انايا سليماني وبن طالب ورياض محرز بعدهم سي زاتشي ما يكونش نخرط، وفيديوهات كاينه والناس تحب تتاكد تتاكد، مش حتى نقول لكم انا. إذا الموضوع هذا مهم، لو كان في دولة أخرى في دولة القانون والعدل في وقتها ذاك الوقت إن شاء الله العدالة هذه تاع الحراك تتبدل عديد من المفاهيم. في ذاك الوقت كانت الاتحادية تتحاسب. نعم تتحاسب. رئيس شاركة قلتها ونعاودها قال كلام فهم على أساس أنه عنصري. راهم في تحقيقات كبيرة، الرابطة الألمانية البوندسليغا والاتحاد الألماني. صح واحد يدير لك بيان ومنشور كيما هذا وما يديروا له والو، تعرفوا باللي راهم اللي جابوه وهما اللي ساكتين عليه في ذاك الوقت. ما علينا، هذا الامر يسوقنا ولا يقودنا الى موضوع اليوم. موضوع اليوم تحوسوا على من جديد، تحوسوا على النوفال، نعطوكم النوفال ونعطوكم حاجه جديده. قلتوا لنا فكنا من الماضي، بصح رغم ان الماضي هو اللي تبني عليه المستقبل، ما علينا نعطوكم الجديد. هل نعرف كامل بلي البطولة المغربية أقوى بكثير من البطولة الجزائرية من ناحية الملاعب، من ناحية التسيير، من ناحية مراكز التكوين، من ناحية تكوين اللاعبين، من ناحية المدربين، من ناحية التغطية الإعلامية، من ناحية كل النواحي أحسن بسنوات من البطولة الجزائرية، هذه مفروغ منها. بصح الشيء اللي يحير ولي طبيعة الحال احنا كنعرفوا القنوات الجزائرية ولا الصحافة الجزائرية ما تكلمش عن الأمور هذه، أنه المنتخب المغربي الأولمبي اللي راح يلعب مقابلة مع مالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، المنتخب الأولمبي درب فيه مساعد هارفي رونار لمساعد هارفي رونار هو اللي حكم المنتخب الاولمبي، استدعى 67 لاعب. اسمعوا مليحة ونعطيك باش تعرفوا الناس اللي تحب تخدم بلادها وما تخدمش مصالحها الشخصية. اسمعوا مليح، استدعى 67 لاعب. قداش اللاعب المحترف في اوروبا؟ 50 لاعب محترف في اوروبا. قداش اللاعب المحلي؟ 17. رغم انه لاعبين المحليين اللي عندهم هاربين بسنوات ضوئيه على البطولة الكوكايين وبطولة الغبرة. 17 محلي و50 لاعب محترف. هاد الناس يحبوا يخدموا بلادهم، ما يحبوش يخدموا الباك وجماعتنا وحبابنا. المغرب فوق الجميع، بصح انا الاتحادية نتاعنا مصالحنا فوق الجميع. ها الفرق. نعطوكم بالادلة، احنا ما نهضروش من فراغ، نعطيكم غير حاجة صغيرة وحاجة اللي شفتوها. تربص على الايفا اي 19 ولا الايفا
تربص المنتخب الوطني الإيفا. سبعة لاعبين من الباك ولا لاعب محترف، رغم أن الجزائر أبنائها اللي في الخارج ما عندي ما نقول أكثر من 500 ولا 600 موهبة جزائرية من كل الأصناف، الإيديسات الإيفا مخلطة، ومن كل النوادي الأوروبية، كاين في ألمانيا في إسبانيا في إيطاليا في فرنسا في بلجيكا في البرتغال من كل أوروبا، ولا لاعب جابوه. أنا نهضر بالأدلة، تحوسوا الأدلة، هاي القائمة تاع المنتخب الوطني، هذه خارجة من موقع الفاف، ما جبتهاش من عندي. الإيفا ما فيهاش لاعب محترف، ومن بعد يقولوا لي أولدي هذيك حاجة قديمة تاع بيان العنصرية، أرد على زوجي، يا أخي قلتوا لي أنايا خلاص فيا روعة النهار، هاو زوجي، هاو الإنسان اللي يحب يخدم بلاده، ولا لاعب محترف، لأن اللي محترفين في أوروبا ماهم جزائريين بالمنظور نتاعهم. الجزائريين هم جماعة الباك برك، ما علينا، رغم أنه كاين لاعبين في وفاق سطيف أندية فرنسية باغية تديهم وما لعبوش في المنتخب الوطني، أما لاعبين الباك يلعبون في المنتخب الوطني ويا مندرا يعيطونهم من الأندية الأوروبية ولا لا، يا مندرا ما نعرف يعيطونهم ولا لا، وكاين أندية جزائرية من بينهم، أعطينا مثال وفاق سطيف كاين زوج لاعبين حوسوا دغموم والآخر ومنصف ولا اسمه رايحين لأوروبا، إسحاق واحد من الدغمو رايحين احتمال كبير يروحوا لفرنسا وأوروبا، ما لعبوا لا في منتخب وطني لا ولا ما بينوهم، ما هضروا عليهم الصحافة تكسروا، ما هيش كل يوم تبقى تغسل وتعاود غسلوا ضربوا شي تاع الباك، واحد ما باعوه حاجة إيفا هاك شفتوا بعينكم، ولا لاعب محترف. سبعة من باك، سبعة من الباك، هذا الناس يحبوا يخدموا بلادهم. أما المغرب 50 لاعب محترف، لأن الأقشع ما يقولش الرجاء ولا الوداد يغضبوا ولا الجيش الملكي يغضب، يقول المغرب احنا لا، احنا كون نجيبوا سبعة ولا عشرة من الباك ما درنا والو. ها الفرق، لازم تجيب من بارادو باش تخدم مصالحك الشخصية، بصح باش تجيب من أوروبا لا. أنا تمنيت القنوات يا سيدي، ما خاصة النهار ما نحكوش على النهار، قلناها ونعودوها، أحن بالأم على ولدها، قيسها هي وما تقيسش، ما زيدوش نحكو على النهار، نحكي على الصحفيين العادي، الصحافة المكتوبة، عشان نحكي على الصحافة المرئية، خلاص الصحافة المكتوبة. أنا كنعود الصحفي وما نجيبش الأخبار وما نجيبش الوسيلة، ما نجيبش الخبر من المصدر نتاعو، ولا ما نبذلش جهد ونروح، هاني نحلل درامي حرام، نحلل درامي نروح نجيب المعلومة، نروح لبعلام شارف، يا بعلام شارف علاه قدمت الاستقالة نتاعك؟ وش هي الأسباب اللي خلاتك تقدم الاستقالة نتاعك؟ كيما رانا الصحفيين ما نروحش أنا ونجيب نحاور بعلام شارف ونعرف الأسباب اللي تخلي الاتحادية ما تجيب ولا لاعب محترف، علاش راني صحافي مالا؟ علاش راني صحافي؟ أنا نخاف، ما منخاف، يا أخي مانيش نسب، مانيش نقذف، مانيش نقول في كلام نكذب، نروح نبحث، نجيب الخبر من المصدر نتاعو، البحث عن المعلومة، نبحث، ندير حوار، ندير لقاءات، من بعدها نحط المقال نتاعي. وروح لبعلام شارف، يا بعلام شارف على قدمت الاستقالة نتاعك، أعطينا الأسباب الموضوعية اللي خلاتك تقدم الاستقالة نتاعك. إذا الصحافي ما يدير الشيء هذا، علاه نخاف من زرشي؟ زرشي ما عندي ما دخلني به، هو في واد وأنا في واد. أنا نبحث عن المعلومة ونقدمها للقارئ ولا نقدمها للجمهور الجزائري اللي يحكم، باش يعرف الاتحادية كيف راهي تمشي. هذا هو مهنة الصحافي، الصحافي كي ما يدير الشيء هذا، يتسناو في يوتيوبر يروح يدير شي هذا، عيب، روح ابحث، جيب معلومة، ابحث، اعرف الاسباب اللي خلات بوعلام شارف يستقيل، اعرف الاسباب اللي خلات الاتحادية ما تجيب ولا لاعب محترف، اعرف الاسباب، علاه؟ وشو السبب؟ نبحث، علاه بالخير اللي جابوا بوعلام شارف وجاب مجموعة من اللاعبين من بعد راحوا، من راح بوعلام شارف راحوا اللاعبين المحترفين، علاه السبب؟
علاش؟ هاي الصحافة مهنة، هذا دور الصحافة. لا غالبا أنا مانيش صحفي بصح هذا دور الصحافة، هذا دورها. المغرب عندك في 50 لاعب محترف اللي يلعب في بروسيا دورتموند، أشرف حكيمي، في ريال مدريد، في أجاكس، في شالك، في ليغانيس، في ما خلوش نادي في أوروبا ما لقاوش في مروكي ما جابوش. علاش؟ لأنهم يخدموا بلادهم. المصلحة العامة فوق الجميع، المغرب فوق الجميع، حنا لا غالب، حنا بارادو فوق الجميع. هذه الحقيقة اللي ما تحبوهاش، قد تحبهاش قناة نهار يسال عليها، اللي يحب يدافع على صاش يدافع على روحو، اللي يحب يشيط لصاش يشيط على روحو، اللي يحب يدافع ويكون محامي لصاش ثاني يكون محامي على روحو. حنا نتكلموا الحقائق يا ناس. فرق بين اتحادية ولا جامعة الملكية المغربية تخدم المغرب، وحنا نخدموا المصلحة الخاصة. البارادو فوق الجميع، نعم فوق الجميع، من إيكانز حتى المنتخب الأولمبي كامل بارادو. علاش؟ الجزائر فيها بارادو، الجزائر 48 ولاية فيها بارادو، فيها سبيب، فيها سياسي، فيها لمسيو، فيها لازمو، فيها شلب، فيها حسين داي، فيها المولودية، فيها الياسمة، فيها حسين داي، فيها عنابة في الشرق، فيها في الصحراء، فيها بشار، فيها بسكرة، فيها ليه بارادو هذه وش هي؟ أعطني الكؤوس اللي جابتها لك بارادو أسيدي. مشاركة واحدة في الكاف مع منتخب مع فريق ربحوا 3-0 مع فريق حرام. خلاص. أعطيني في 2015 و2014 و16 و2014 و15 و16 ثلاث سنين برك. أعطيني الإيفان والإديسات واش دارت الباك. ما تحكيليش بعد ما وليت رئيس الاتحادية يا أخي، هذه باينة مفروغ منها. بارادو مش فوق الجميع، الجزائر فوق الجميع. المصلحة العامة فوق الجميع، مصلحة الجزائر فوق الجميع. عندي 100 لاعب محترف مستوى عالي أحسن من البطولة نجيبهم، كون عندي 500 نجيبهم. وراح المشكل، وراح المشكل نزيد نجيبنا مدير فني، مدير المنتخبات الوطنية اللي ما عنده لا علاقة بالبطولة الوطنية، ما يعرف والو فرنسي، معروف لودوفيك هذاك ولا اسمو، نجيبو ونعطيه لا لسه يعيط جيب فلان وفلان. علاه هذا لوديفيك ما يعرفش بلي راه عندنا عدد اكثر من 500 لاعب في اوروبا؟ واش تعرفوا؟ ما حتى المدرب المنتخب الوطني الايفا ولا واش كان مدرب فرنسي. علاه ابو علام شاف راه انا قلت لك هذا السؤال، قلت لك ما خدت هذا السؤال اطرحه على الصحافه اللي تقول راني صحافي. صحافي حلل دراهمك وروح دير لقاء مع ابو علام شارف. علاه ابو علام شارف استقال؟ علاه الاسباب اللي تخلي الاتحاديه ما تجيب لنا ولا لاعب محترف؟ جابت بالخير لاعب انتر دو ميلان وطيروا نحاهم، ما زالوش عيطوا. علاه نجيب 50 لاعب، نجيب 100 لاعب، نجيب اللاعبين اللي احسن من مستوى البطوله ولا احسن من لاعبين بارادو؟ الفايده العامه، مصلحة العامه مش المصلحه الخاصه نتاعي انا. هاك طلعت لاعبين تاع بارادو من بعد تسمى الفايده كي دير في جيبك الدراهم والاورو ديرو في جيبك وبلادك ما تهمكش. بلادك ما على بالكش ببلادك، خلاص الجزائر هذه ما عبالكوش بها، خلاص عادي. ليسونسيال عمرو جيوبنا، هذه هي المصلحه العامه، هذه المصلحه الخاصه العامه تاعكم انتوما. المغرب 50 لاعب، اي 23 تاع المنتخب الاولمبي، الاي 15، اي 17، الاي 20، كامل المنتخبات الشبانيه المغربيه كامل تلقى على الاقل اقل حاجه تلقى 12 15 لاعب محترف في النوادي الاوروبيه، بينما الاتحاد الزرشي تلقى يا 7 يا 10 معروفين تاع الباك. هذا واش عندنا يعني؟ الجزائريين اللي مولودين في اوروبا سمحوا لنا، ماكمش جزائريين. الاتحاد قلت لكم ماكمش جزائريين على الاقل، الاتحاد الزرشي قلت لكم ماكمش جزائريين. باش تعودوا جزائريين ادخلوا وجيبوا ولادكم يتعلموا في الباك. واحد في ليفربول جيبوا يتعلم في الباك، واحد اللي يلعب في ساندوريا جيبو يتعلم في الباك، واحد اللي يلعب في ليون من احسن المدارس في اوروبا جيبو يتعلم في الباك باش يقدر يلعبوه في المنتخب الوطني. هذه هي اتحاديه، وهذه الاتحاديه اللي ساكت عليها الصحافه وخاصه اللي تعرفوا قنوات تلفزيونيه. الصحفي نزيه، الصحفي اللي يخدم المصلحه العامه، الصحفي اللي يحب يحلل دراهمه يروح يبحث عن المعلومه وروح يجيب الاخبار من المصدر نتاعها ويشقى ويتعب ويعرق باش يخدم
يحلل دراهمه وباش يخدم المصلحه العامه يخدم بلاده، ماهوش يروح يخاف صدشي كاش ما يمكر فيا في كاش ندوه صحفيه اخاف من بالما تخاف من حتى واحد، خاف من ربي سبحانه وحلل دراهمك. في الاخير خاوتي ملاقاتنا مع مجموعه من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.